صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح الصحة، صباح الجمال، صباح السعادة. بنرحب بحضراتكم من برنامج حياتنا أحلى. هكون معاكم النهاردة أنا أسماء محمد وزميلي المذيع محمود، وهنتكلم في موضوع مهم قوي، موضوع بيشغلنا كلنا الأيام دي، وهو موضوع السوشيال ميديا. هيكون معانا ومعاكم الدكتور الإعلامي الدكتور خالد الصوابي. اهلا وسهلا بك. ومعانا الاستاذ لعيب الكوره الاستاذ عبد الرحمن خالد. هنتكلم على موضوع السوشيال ميديا، وعايزين نطمن الساده المشاهدين، نتكلم بخصوص السوشيال ميديا. عايزين نعرف النهارده السوشيال ميديا، كلنا غرقانين في السوشيال ميديا جوه المجتمع، عايزين نعرف ده بيأثر علينا بالسلب ولا بالايجاب، وبالايجاب يبقى الناتج علينا ازاي. تمام. اولا برحب بحضراتكم استاذ محمود واستاذ اسماء وكابتن عبد الرحمن. السوشيال ميديا هي فرض نفسها دلوقتي، وهي ثقافة شعب. أي حد أكتر وقت بيقضيه طبعا على السوشيال ميديا، أكتر حد موجود معانا، كل واحد موجود في بيته، لو أسرة من فردين أو ثلاثة أو أربعة، دايما ماسك التليفون في إيده، موجود على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، ماسنجر، واتساب، أيا كان. دلوقتي أصبح من قنوات البث أو من قنوات الهامة جدا بتنشر ثقافة الشعب أو بتوصل لك أي معلومة هو السوشيال ميديا. متعلقين بيها ليه؟ لان الناس ابتدت تتعرف على بعض من خلال السوشيال ميديا، تتكلم من خلال السوشيال ميديا، الزيارات والاقارب او الاصحاب او المقابلات قلت كتير عن الاول. دلوقتي اللي عايز يشوف حد او يكلمه بيستسهل ان هو يفتح الماسنجر او الواتساب، او حتى لو هيكلمه فيديو او فيديو كول، او يقول له مثلا ازيك، عامل ايه، اخبارك ايه. لكن الموضوع ده من سلبياته اللي انا شايفها اول حاجه. طيب دي حاجه من سلبيات السوشيال ميديا، احنا عاوزين نقول ايه الايجابيات وايه السلبيات. طيب نبتديها بالايجابيات الاول عشان ندي طاقه ايجابيه للمشاهد. من الايجابيات طبعا ان هو عمل انتشار ثقافي كويس جدا. الاول كنا احنا زمان كان الثقافه الاولانيه بتجينا من الراديو، بعد كده القنوات الفضائيه المتعدده او المتغيره، بعد كده لقينا في حاجه اسمها فيسبوك، الشعب ابتدى او الجمهور او المشاهدين ابتدوا يتعلقوا بيه، قنوات على اليوتيوب بتنقل الاحداث اول باول، ابتدى بعد كده القنوات الفضائيه بعد الحلقه لو حد شافها او حدش تابعها على التلفزيون يقدر من خلال جوجل او من خلال اليوتيوب يشوف الحلقه دي. انتشار ثقافه افضل احسن. من سلبيات طبعا ان هو بعدنا عن بعض، ما خليناش نقدر نشوف بعض او نكلم بعض. ابتدى بقى في انفتاح غير طبيعي وغير مراقب على السوشيال ميديا بشكل طبعا في ناس كتير بتستأمنه. السلبيات دي يا دكتور موجوده عندنا في مجتمعنا كشرقي بس، ولا برضه موجوده في المجتمع الغربي؟ السلبيات موجوده في العالم كله، اي شعب من الشعوب، لكن احنا بنحس بيه اكتر عشان احنا الحياه عندنا شرقيه شويه، عندنا شويه تقاليد، شويه عادات، شويه يعني بنخاف على بعض اكتر، بنخاف على ثقافتنا اكتر، مش اي حاجه بنسمح بيها تخش جوه البيت، مش اي لفظ معين، مش اي صوره. للاسف بعتبره سلبي جدا ان انا بقعد في بيتي او فاتح السوشيال ميديا تجيلي اعلانات مش تمام، يعني مش محترمه او مش مستحب ان اولادي يشوفوها. خارجه عن المألوف. خارجه عن المألوف وخارجه عن اراده اي حد. طيب هل السوشيال ميديا ليها تاثير سلبي على الناس، يعني بتاثر عليهم سلب نفسياً. اكتر نفسيا؟ طبعا تاثير نفسي ده اكيد. انت الانسان عباره عن ايه؟ عباره عن طاقه ايجابيه او سلبيه. هو شاف حاجه كويسه بتلاقيه ايجابي، شاف حاجه وحشه بتلاقيه طبعا في سلبيه عنده، زي الحوادث اللي بنشوفها كل يوم على السوشيال. يعني دكتور احنا قبل ما نطلع هوا ب 10 دقايق كان جاي لنا رساله، كان في بنت رافعه ستوريز على الفيسبوك قطع شرايين ايديها ورافعه، ده يعني هو ده اسلوب طبيعي ان هو يصدر مننا؟ والله انا من وجهه نظري طبعا لا، هو اولا ده حاجه غير مالوفه، تصرف غير مألوف، وشايف ان هو مش صح، لان ممكن يشجع شباب كتير، اذا كان بقى شباب رجال او 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 بنات او نساء او ايا كان، يعني نوعيه ذكور او اناث، ان هم يعملوا حاجه زي كده او تشجعهم موضوع الانتحار. وده للاسف معدله بقى مرتفع جدا، لان احنا بنشوف اي حاجه بدون رقابه على السوشيال ميديا للاسف. لا لا، ده تصرف مش طبيعي، مش كويس، سلبي. طب احنا نرجع للجيل تاني ونسال استاذ عبد الرحمن، انت من منظورك في جيلكم النهارده بتشوف السوشيال ميديا ازاي؟ بتقدر تاثر على حياتكم اليوميه ازاي؟ عادي، ليها تاثير عادي. التأثير ده بيبقى إيجابي ولا سلبي؟ لا إيجابي. هو عبد الرحمن مثلا بيبقى أكيد منشغل شوية باليوتيوب، بالتيك توك، الحاجات دي، صح؟ بيتفرج عليه، متابع التيك توك؟ طب أنت دي النهاردة بتلعب كورة،
تمام. بتلعب في نادي ايه؟ نادي التوفيق. بتلعب في نادي التوفيق. طيب انت السوشيال ميديا تقدر تعود عليك كلاعب كوره النهارده بادي حياتك في ايه او ازاي؟ ان انا ممكن انشر نفسي على السوشيال ميديا. يبقى سبب ان انتشارك اكتر. ايوه تمام. دكتور خالد اتفضل. انت شايف الارقام اللي بتتصرف في مبالغ استخدام الانترنت داخل مصر سنويا بالاحصاءات اللي احنا بنسمعها ارقام مهوله ده طبيعي جدا في عز الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها؟ هو احنا بس نقسم الموضوع طرفين. طبعا كيوتيوب او كسوشيال ميديا او شركات مساهمه وبالنسبه لها الموضوع مربح وعايزين كل حد يعمل بث مباشر وكل حد يخش على اليوتيوب عشان يعمل مشاهدات وكلام زي كده. مربح بالنسبه للمساهمين او بالنسبه للشركات المنتفعه بالموضوع ده. بالنسبه للشعب او الجمهور احنا بقى عندنا هوس الشهره، هوس التيك توك. اي حد باي سن في اي مرحله بيطلع سهل جدا يفتح بس او يفتح فيديو ويطلع اي حاجه، اي منظر، اي شكل، اي كلام مش مظبوط، اي اغنيه، واحد صوته محشرج مالوش صوت اصلا، حد ما يعرفش يتكلم. للاسف هاجس الشهره وهاجس حاجه ثانيه، المكاسب الماديه، مكاسب المشاهدات بتاعت اليوتيوب او التيك توك او الهدايا او الاعلانات الموجوده دي. انا شايف ان هي برضه من الاثار السلبيه وبتحقق ارباح لكن للاسف لناس هم مش اهل ليها. طيب من راي حضرتك الناس قبل السوشيال ميديا كان يعني كانت حياتهم احلى ولا من بعد السوشيال ميديا؟ انا عارف ان رايي مش هيعجب بعض الناس بس نتكلم بصراحه اكتر وبوضوح. السوشيال ميديا زي ما هي عملت انفتاح على العالم كله هي عملت حاجات برضه مش تمام. يعني اولا في احصائيات الدوله مش برانا بتقول ان معدل الطلاق زاد بنسبه كبيره، في كل سنه بنزيد 5 مليون مطلقه. ده بسبب طيب الطلاق ده انا شايف طبعا. اولا كل واحده الاول كانت راضيه بقى باسمها والنصيب وبجوزها ومفيش انفتاح غير طبيعي. ممكن ده يرجع لثقافه شعب. ما هو اكيد ثقافه شعب بس انت احنا جينا فجاه فتحنا الناس على اليوتيوب، فتحنا الناس على الفيس، الناس بقى بتتكلم بعض بدون رقابه. الاستاذ اسمعك عايز توصله ان احنا يعني جات لنا السوشيال ميديا في وقت احنا في شعب ما كناش ممنهجين لده. احنا شعب مثقف جدا وواعي جدا جدا جدا، لكن احنا السوشيال ميديا دخلت تلعب على جزئيه الشباب اللي في سن عبد الرحمن كده ال 14 15 سنه لسه ما بقاش عنده الثقافه او ترسيخ المبادئ والتقاليد او الوعي اللازم لده. ف رايي مش هيعجب بعض الناس، لا في تاثير سلبي اكتر على الناس وعلى ثقافه الشعب منه ايجابي. تمام. تسألي يا عبد الرحمن في التيك توك بتعمل فيديوز على التيك توك بقى و بتنزلها صفحتك اسمها ايه؟ صفحتك اسمها ايه عشان نجيب لك لايكس وفولورز؟ الصوابي. طب اعملوا له يا جماعه فولو. طب دكتور خالد انت تحب نصيحه عامه للمشاهدين النهارده وكل اهالي البيوت النهارده كاستخدام السوشيال ميديا وانها ما تاثرش على حياتنا اليوميه؟ والله هو أول نصيحة بقدمها لهم إن إحنا نستخدم السوشيال ميديا في وقت قليل، ما يبقاش قاعد أربع أو خمس أفراد في الأسرة في بيت واحد، ما حدش فيهم عارف حاجة عن بعض، ممكن يقعدوا خمس ست ساعات، الأب والأم والأولاد كل واحد قاعد في أوضة مجرد ما الإنترنت يفصل كله يطلع ما حدش طايق التاني، كله زعلان بقى الوسائل فصل خلاص فكله مش طايق التاني خلاص. فلا عايزين شويه يعني نعمل ساعه ساعتين في اليوم، في اوقات للدراسه، في اوقات للمذاكره او الثقافه العامه، في اوقات لاكل وشرب، في اوقات للشغل والعمل، ما بقاش حياتنا كلها سوشيال ميديا. لان هتلاقي العامل في شغله او الموظف في شغله وقت فراغه او حتى مش فراغه قاعد بيكتب على حاسب او بيخلص اي حاجه وقدامه الرساله، ممكن يسيب عميل واقف قدامه في شغل معين عشان يفتح مثلا يشوف الماسنجر جابت رساله قد ايه او الستوري بتاعته جابت مشاهدات قد ايه. تمام. واحنا في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور الاعلامي الدكتور خالد الصوابي واستاذ عبد الرحمن لعيب الكوره، وكنا سعداء النهارده باستضافكم شكل عام عن السوشيال ميديا انا واستاذه اسماء النهارده، وتشرفنا جدا بوجود حضراتكم معانا في برنامج حياتنا احلى. اهلا وسهلا. شكرا.